الزول في اللون عليكم مشاهدينا حبايبنا وين ما كنتم تتابعونا داخل او خارج الجزائر، نقول لكم صحة فطوركم وصحة شربتكم، ان شاء الله تكونوا كاميراكم قاعدين تستناو في برنامجكم العب مع ساعة وتفرجتوا الشبكة البرامجية الخاصة بقناة الحياة اللي قدمتكم شبكة برامجية جدا رائعة هكا باش تجاوبونا على الأسئلة اللي نطرحوها عليكم في هذه الحلقة. ما تنسوش تتصلوا فينا على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة 0561 32 32 13 0561 32 32 82، ونشوفوا مع بعض إذا في مكالمة مع نور. نور مرحبا بك، الأول عندك وقت يا بنتيش؟ خلونا دوكا نحكوا مع لويزا من بويرة. ألو ألو، أهلا وسهلا، صحة فطورك. الله يسلمك، صحة فطورك يا حنون، في نموت عليك نموت عليك يا عمري، أنا تاني نموت عليك، ربي يخليك أنت فرحانة بزاف بزاف. وأنا حملاق كطاس طاس اليوم، نلبس لكم القبايلي ما شاء الله. الله خموس عليك خموس عليك، الله يسلمك عزيزتي، ربي يحفظك. قولي لي، ربي يحفظك من العين، راكي منوره الشاشه بزاف بزاف يا عمري، ربي يحفظك ان شاء الله، ربي يخليكم ليا ان شاء الله. يلا يا سيرة، حابين نربحوا معاك اليوم تعيشي باذن الله. راح تربحوا معايا، كي واجده؟ والله الحمد لله راني واجده، الله غادي يستنى. يلا خلونا نشوفوا مع نور، اتفكر وشوفوا لك في الحياه، خلونا معاه تفكر وشوفوا جينجل. عاودنا رجعنا لكم مشاهدينا، خلونا نشوفوا هذا الفيديو مع بعض. اسمع بوسي، تعمل هذا الكل تعمل ولا اك تخمم مش راني نخمم؟ راني نخمم شي با باش تبيعو هذا ابي عاب. لا لا بوسي، انا دوك جاتني واحد الفكره. عاودنا رجعنا لكم، والسؤال يقول نشوفوا الاول السؤال يا نور، وش حبوا يرجعوا الكلب في عيادة بوزيد؟ يلا يا عزيزتي عاونيني تعيشي. هذا سيتكم شوية قديم، حبوا الكلب حبوا يحولوه بصح حيوان واحد اخر يستفادوا منه اكثر، صح؟ عاونيني شاهو. الجلفة، الجلفة باش معروفة. اه الجلفة باش معروفة، الجلسة؟ شو الحاجة اللي معروفة بها الجلفة؟ الجلفة؟ إيه، كاين حيوان معروف في الجلفة، شغل معروفين به. الجمل؟ لا لا، حاجة كيما الجمل. وشنو؟ كاين عندنا العيد الصغير والعيد الكبير، ياك؟ إيه العيد، الكبش الكبش الكبش. نروحوا نشوفوا الإجابة مع بعض، نقولوا لكم. اسمع بوسي، تعمل هذا الكل تعمل ولا اك تخمم مش راني نخمم؟ راني نخمم شي با باش تبيعو هذا ابي عاب. لا لا بوسي، انا دوك جاتني واحد الفكرة. شغل صافي بليزير، صافينا بليزير يا ماهاش. عاك تشوف هذا الكل؟ نرجعوه كبش. واش عنده الحق بابا موحش، ولا غير عنده الحق؟ عنده الحق؟ ايه كلب كبش. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد ما شفنا مع بعض كيفاش رجعوا، كيفاش حبوا يرجعوا الكلب كبش. يلا تحياتنا لكل متتبعي برنامج العب مع ساهة، والسهرة مازالها مطولة ومازالها مستمرة معكم. كثفوا اتصالاتكم على الرقم الظاهر أسفل الشاشة، ونقول لعزيزتي من بويرة باللي دخل اسمك في السحب، ونشوفوا مكالمة أخرى. وشاهيناز من تيارت مرحبا بك. الو الو لويزا، وعليكم السلام، صح فطورك؟ وعليكم السلام. وعليكم السلام، صافا؟ اختي نقصي التلفزيون وسمعيني في التليفون. صح فطورك. الله يسلمك، صح فطورك. يسلمك ثاني انت. الله يخليك يا عزيزتي، راكي واجده معنا؟ راني واجده. وقيلا كانت معيطة لخالتها ولقات روحها عيطتنا. يلا مش مشكل عزيزتي، يلا نشوفوا مع بعض نور واش اختارت لك. يلا نكملوا المثال مع بعضنا، وجينجل.
نشوفوا أول مثل معانا لليوم. الفم ماضي، الفم ماضي، فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة علي. عني نعاون. فاضي شوية ده أنا وحشاني القعدة معاك، وإن ما قدرتش تيجي هناك هستناك. نو يوسف، يوسف بزاف. والقاس يوسف ما يعطيش. جيبوا لي هذه العفسه اللي عبزوا عليها هنا، سمعوها من العام الجاي. عزيزتي للاسف ما قدرتيش تجاوبي على سؤال، مع انه بزاف. هاي امي جنتي، تحيتنا لها في التيك توك، جاوبت على السؤال. خلوكم دائما تتبعوا في مواقع التواصل الاجتماعي وترسلوا في صورتكم واسمكم واللقب بتاعكم ورقم الهاتف الخاص فيكم اللي دائما مفتوح، مشي دايرين لورونفوا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بقناه الحياه. خلونا نشوفوا الجوائز اللي راهي متوفره عندنا في حلقه اليوم. مجموعه متنوعه من كوزميتيك من عند فيفا كوز، وبيلا ميزو قدمت لك سيرفيس فيه 26 قطعه، صالون مجموعه هدايا متنوعه من طرف الطاوز، وكاربن ايضا قدم لك شامبو كوشي لك يا عزيزتي او لك يا عزيزي المتصل. عده هدايا اخرى انا حين تعرفوا عليها في هذه الايام ان شاء الله من عند فاكير، ومعانا اجهزه كهرومنزليه مهدات من ماك ستور. كذلك نوجه تحيه كبيره لوكاله السفر كاتا ترافل اجنسي اللي راهي جابت لنا رحله مدتها 6 ايام وكملت تكاليف الى بلد الشقيق تونس الخضراء، وايضا عندنا عمرتين الرحله هذه في اي بي ايضا كملت التكاليف، مقدمه من عند وكاله الاسفار الزعاتشه، تحياتنا لهم كامل. والايفون 15 برو ماكس راح يكون لكم مشاهدينا اللي تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. نشوفوا مع نور اذا في مكالمه اخرى. يا فتيحة. ألو مساء الخير. ألو صح فطورك؟ وش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. باردون والله ما سمعتك. راني جيت معايا. يا عمري ما اني مش المكالمه شويه مش واضحه عندي، بصح راني فرحانه بزاف بالمكالمه نتاعك. ربي يخليكي. الله ربي يحفظك ان شاء الله. بنورك عزيزتي. عجبك القبايلي؟ عجبتك جبه قبايليه؟ والله غيرتني. الله يخليكي عزيزتي. اكيد اكيد راح نعلمكم كامل باصحاب التصاميم الرائعه اللي راهم قاعدين يلبسوني في هذا البرنامج، هكا باش نروجوا ثقافتنا من قناه الحياه ومن برنامج الى ما اساه. وكذلك ممكن نعطيكم فكره عن الصيف راه جاي والعراس. ها يا عمري عزيزتي، يلا راكي واجده دوكا باش نجاوبوا ان شاء الله. ان شاء الله على بركه الله مع كافي الحياه. نروح نشوفوا هذا الفيديو ونرجعوا نسقسوكم. كيف كانت هذه الرحله لفتاه ملتزمه تغادر وطنها للبحث عن العلم؟ اي نعم، الحمد لله هي ايضا عدة من المحطات التي. يلا قولي لي يا عزيزتي، من كان ضيفة عدد النقطة صفر؟ عزيزتي. على طول على طول عاونيني، عارفيني نعاون. شوفي نعطيك حاجة ما نقدرش نعبرها لك، صح اللقب تاعها نقدر نعبره لك. كي يجي رمضان واش الحاجة اللي نشوفوها باش نعرفوا باللي او جاي رمضان؟ لا لا ايوه هلال، الكلمة اللي قبلها، الاسم اللي قبله. والله روحي شوفي في اليوتيوب، روحي كتبي، روحي شوفي ضيفة عدد النقطة صفر، شوفي نفس الفيديو هذا تقدري تعرفي. نور الكذابة. نور الكذابة. اه لا 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 دي صاحبتي. لا لا هلال حاجة، هلال ماشي نور الكذابة. سامحينا نور، درنا لك تيكي صحيح. عليكم السلام. لا لا نور قالت لي راكي شابة، قلت لها نور الكذابة هذا ما كان، سمحي لي نور هذيك طول خطفتها نور الكذابة.
مشاهدينا ضيفة العدد نقطة صفر نور الكدابة، تحياتنا لك يا نور. يلا خلونا خلاص راح يطلع في داك الشيء. مشاهدينا الأسئلة راح تكون أغلبها من ليسيتكم شناها من قبل، نرجع بكم للزمن الجميل، نتفكروا مع بعض الوقت اللي كان رمضان فيه صح يسوى وتحسوا تحسوا بريحة رمضان صح؟ والله أوه أيوة أزويت ترويت أيوة أسمران فاتت العمارة صغيفة تنكاون ورمى تسع وبزغم مغار. أم بتسيريو صحيح. مشاهدينا نكملوا، مازال كان فرص ليكم اكثر، مازالت هالحلقه في بدايتها. كثوا اتصالاتكم على رقم الظاهر اسفل الشاشه، خلونا نزيدوا نسمعوا الاجابه تاعكم وتفوتوا معنا في سحب الاسبوع اللي راح يكون ان شاء الله في الاربعاء المقبل. نوجه تحيه لوكالات السفر كاتا ترافل اجنسي ووكاله اصفار الزعاتشة، تحياتنا ليهم. اسمهم شويه يجيني الزعاتشة زعاتشة، تحياتنا ليهم على الرحلات الرائعة اللي هم مقدمين هنا. وكالة كارتا ترافل أجنسي جبت لكم رحلة إلى تونس مدتها 6 أيام كاملة التكاليف لشخصين. أما وكالة الأسفار زعاتشة جبت لكم رحلة إلى البقاع المقدسة كاملة التكاليف لشخصين أيضا. كثروا اتصالاتكم، مازلنا قاعدين على جالكم ومستمرين معكم. شوفوا مع نور إذا في مكالمات أخرى. يلا انا راني في انتظاركم. طبعا نذكر مشاهدينا انه احبابنا على مواقع التواصل الاجتماعي ثاني رانا مدخلين لهم ايفون 15 برو ماكس راح يكون من نصيبكم. خلونا نضربوا داره شويه على سبونسرز نشوفوا. انا ديما نجي هنايا باسكو قريبه ليا هي الاولى، ومن بعد نجي دايره هكا خلاص حفظوا البلاطو. هذه فيفا كوس مقدمه لكم باك بزاف الشباب وقرب العيد، وكتعرفون حنايا البنات نقعدوا نصبروا كي قرب العيد تشوفونا كيفاش نتحولوا نقولوا كاع جعفر في رمضان. المهم مشاهدينا كثري مكالمتك عزيزتي ان شاء الله تربحي معنا باك من فيفاكوس. وايضا هذا البيرو راه مقدم من عند الطاوس، نوجه لهم تحيه خالصه. انا عجبني هذا، قلت لكم خدموا لي واحد كيما هكا الطاوس، خدموا لي واحد هكا معليش مش خساره فيا. هذا البيرو مقدم من عند طاوس، وايضا هذه الطابله سالومونشي هذه مقدمه من عند طاوس، نوجه لهم التحيه. وبيلا ميزون شفت لكم هذا السيرفيس الرائع اللي مازال ما تكسرش الحمد لله، فيه 26 قطعه لك سيدتي باش تعمري دارك وجايك العيد وعرضي سلفتك وحرحريها. لا لا يلا خلونا نشوفوا مكالمه اخرى من بسكره. دلال يا دلال. عدو اهلا وسهلا، صح فطورك؟ صح فطورك. الله يسلمك، صح فطورك اخت شهوة. اه شراك لاباس؟ لاباس الحمد لله. سوال عليك شراك لاباس؟ لاباس. نقصي التلفزيون سمعيني من التليفون. الحمد لله عني نقصت لوني مانيش في الله. كيفاش؟ بعيد عليه. راكي بعيدة على التلفزيون. راني بعيدة يعني. يلا انت بعيدة على التلفزيون بصح قريبة لقلوبنا. اي لاف يو. يلا راكي واجدة باش نجاوبوا مع بعض؟ راكي واجدة؟ الو الو راني واجدة اي. يلا ونبداو بسم الله وعلى بركة الله. خلونا نشوفوا السؤال الثاني من تفكر وشوف. قولي لي واش اسم هذا السيت كوم؟ عاونيني شوية. سهل شوية بك عاونيني شوية. نعطيك الكلمة الأولى أنت أعطيني الكلمة الثانية. بلا 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 لا 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 بلا حدود. بلا حدود. ألف مبروك ليك يا عزيزتي.
هذا سيتكم كان تعب لا حدود. نوجه تحية لكامل الأجيال اللي كانت تتفرج فيه بالممثلين اللي كانوا فيه، والحمد لله كما زلنا مازالها قناة الحياة تتعاود لنا في الذكريات الرائعة اللي جوزناها في الصغر. يلا حبيبتي نقول لك ألف مبروك ليكي، واسمك فات في السحب الأسبوع إن شاء الله الأربعاء الجاية يطلع اسمك من بين الفائزين بالجوائز، وإن شاء الله تكون كارتن من نصيبك هذه لاشامب كوشي اللي أنا قاعدة فيها. وأيضا لما ننسوا فاكير اللي مقدمين لك أجهزة تقدر تقولوا تاع كوزينة يعني روبو هكا اللي ترحي ديري بها هكا صوالح تاع رمضان والعيد، جاز رمضان دوك جاي العيد. يلا خلونا نشوفوا مع ماكس ستور واش راهي مقدمت لكم ماكس ستور، خلونا نشوفوها مع بعض ونستلم ايضا مكالمه. شوفوا معنا سجود من تيارت. سجود الو مرحبا بيكي. الله يسلمك خديجتي، صحة رمضانك صحة فطورك. الله يسلمك عزيزتي، قولي لي واش درتي فطور اليوم؟ تي كاين كل خير، خاص غير انت تجي تحضري. كيفاش؟ قلت لك كاين كل خير، خاص غير انت تجي تحضري. اوه حالة يا عمري، هذه 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 تحية كبيرة ليك. سكارف اللي ما يحبنا. الله يسلمك، الله يسلمك. ربي يعزك عزيزتي، ربي يحفظك إن شاء الله ويديم النعمة عليك إن شاء الله. آمين يا ربي، آمين. آمين. أنا متحمسة. أكي متحمسة؟ واختي واختي، وان شاء الله الحماس تاعك يجيب نتيجه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا عزيزتي. نروح نشوفوا مع بعض نور واش اختارت لك، خلونا نكملوا المثال مع بعض. يلا انا اللقمه انا باللقمه الفمو هو، انا باللقمه الفمو هو، ممكن مساعده ما زي ما عرفتش. وهو هو العين. لا لا كاينه كلمه وعيني، هاكي جبتيها عيني بصح كاينه كلمه قبل عيني. وهو مو عينه هذه مو عينه. لا 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 عيني جبتيها، كاين كلمه قبلها. مش العين بكري، احنا كنا نقولوا المثل اللي شبه لهذا نقولوا له لا لا ماشي انا بالفاس، انا نحفر له في قبر مو هو هارب لي بالفاس، بصح هذه تشبه لها راهي رايحه في ذاك الستيل. الموس العينه. اه الموس العينه. لا 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 بواحد الحاجه، بواحد الحاجه العيني، انا باللقمه الفمو وهو بواحد العفسه العيني. اصبع العيني زيدي وسحيلي. كيفاش بل؟ قلت لك زيدي وسحيلي بل ما عرفتش. بل؟ سوري اسفة عزيزتي، سامحيني حاولت نعاونك قد ما نقدر. مشاهدينا ان شاء الله المكالمة اللي من بعد تعرف الإجابة، خلوكم مركزين والفتوا أنسوا إلى تعاونكم. والله هذا الشيء والله اللي يخلي كما قلت لكم دائما الكونسيبت تاعنا يكون بزاف 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 شغل شغل ما عنده حتى معنى يولي. يلا نستقبل مكالمة أخرى وإحنا مع ماكس ستار. جمانة يا جمانة. ألو 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 أنعم. أنعم صفا لباس لباس الحمد لله، وأنت لباس لباس الحمد لله. ماما كوراهي لباس الحمد لله. لا الحمد لله ربي يحفظها. معليش نعطولك سؤال. معليش معليش هيا معليش، خلونا نشوفوا مع نور واش من سؤال نعطوه لها. يلا خلونا نرجعوا لكافي الحياة ونشوفوا هذا الفيديو مع بعض. كيف كانت هذه الرحلة لفتاة ملتزمة تغادر وطنها للبحث عن العلم؟ اي نعم الحمد لله، هي ايضا عدة من المحطات التي قولي لي وش هي ضيفة عدد النقطة صفر؟ وشكون كانت ضيفة عدد النقطة صفر؟ دكتورة. أه؟ هي دكتورة. أعطيني اسمها مش مهنتها. راضية. راضية وشنو؟ راضية هلال. راضية هلال، وألف مبروك عزيزتي، ألف مبروك
لك عزيزتي الضيفة اللي كان اسمها راضية هلال في برنامج النقطة صفر، تحيتنا لكل الشبكة البرامجية، زملائي عفوا اللي في الشبكة البرامجية تاع هذا رمضان، وزملائي اللي ما همش معنا أيضا نوجه لهم تحية كبيرة من هذا المنبر ونقول لهم صحة رمضانكم وإن شاء الله جاية أيامات نزيدوا نتلاقوا في أعمال أخرى. أيضا وجه تحية لصديقتنا هذه اللي جاوبت على السؤال بلا معيتها وبلا معياتني، أصلا دخلت من الأخر تاع أسمعوا أعطيني السؤال صحة راضية هلال. لا يا السلام عليكم، إن شاء الله اسمك يفوت معنا في السحب وإن شاء الله يوم الأربعاء يكون اسمك من ضمن الفائزين لهذا الموسم إن شاء الله. خلونا ملاك من باتنا ملوكة. ألو 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 السلام عليكم صح فطوركم. الله يسلمك. وعليكم السلام صح فطورك. الله يسلمك. الله يعني. اليوم يا عمري الله يخليك ان شاء الله. اكيد تابعي فينا من قبل ولا هذه اول حلقه تابعتيها معنا؟ لا لا نتابعك من قبل يا عمري. ربي يخليك، تحيتنا كامل اللي راهم يتبعوا فينا من بدايه رمضان، ربي يخليكم. مرحبا مرحبا بكم. يلا راكي واجده؟ اني واجده. يلا راهي واجده ونشوفوا، نرجعوا للمثل تاع من قبيل ونشوفوا. قال لك انا باللقمه الفم وهو بواش؟ هو بالعود العينين. هو بواش يعني هذيك هي. برافو برافو عزيزتي. دوكا خلاص راهم بردين لي خاطري. المثل اللي يقول انا باللقمه الفم وهو بالمشهاب العيني، هذيك هي يعني نفس المعنى، تختلف برك الكلمه شويه. تحياتنا لك عزيزتي، ليكي ولاهلنا في باتنا، ونقول لك الف مبروك فات اسمك معنا في السحب. نشوفوا نسيت متتبعيني على التيك توك، نعاود نضرب ليهم طله برك هيك. معليش يوسف معليش نضرب لهم طله. يلا خلونا نشوفوا مع بعض اذا في مكالمات اخرى. يلا ونروح مع بعض لقسنطينه ونستقبل مكالمه اخرى. لينا يا لينا مرحبا بك. يا لينا اهلا وسهلا. الله يسلمك صح فطورك. يعيشك. الله يخليكي. كشبح سفره كاينه غير هي. الله 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 يا ودي. الله غير هي. واحد البنك كيفاش تخدموها هذيك باللوز؟ باللوز ومزهر وحارة العظام ونطبعوها ونخليوها. الله الله شوفوا شاطرة بنتي. أنا كامل اللي عيطوا لي شاطرين. تحياتنا ليك عزيزتي ولكل أحبابنا في قسنطينة. راكي واجدة؟ يعني واجدة. يلا بسم الله ونشوفوا هذا الفيديو في كافي الحياة. قعدت طويار مكتب وتجار الله يعيدنا لبعيد ما شاء الله. قولي لي عزيزتي من اي ولايه ينحدر الفنان نوري الكوفي؟ تقدري تعاونيني شويه يعني تقلب الكتابه. هو من الغرب، من ولايه في الغرب. تلمسان. تلمسان برافو برافو شاطرين اليوم اغلبكم شاطرين ما شاء الله. عزيزتي فات اسمك في السحب الاسبوعي وان شاء الله ايضا يكون اسمك من ضمن الفائزين في السحب يوم الاربعاء المقبل ان شاء الله. خلونا نذكر مشاهدينا انه مازال كاين شويه وقت، صح نور كاين شويه وقت اليوم، ونستقبل اخر مكالمه. وش به الوقت يجري؟ لا جامي 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 جامو. يلا خلونا نستقبل اخر مكالمه. مكالمه من بومرداس. منال ايمان. منال ايمان خديجه امونه. الو صح فطورك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واش راكي امونه؟ نقصي التلفزيون. لا والله وشي سهو مليحه.
والله مليحه برك نقصي التلفزيون سمعني من التليفون. اي نعم. اليوم راني غير شاكلاك حبيبي شاكلاك شكرا اليوم اللي بيجو قاره من حركه. امونه ايه واش طيبتي اليوم؟ ايه طيبنا شربات بوراك وطيبنا قراته. الله الله قراته واش درتي فيها؟ ايه قراته فودي شامبينيون. الله الله برافو قلت لك انا اللي اللي عيطوا لي كاع انسى الله يبارك بالطبع. ان شاء الله تربحي معنا عزيزتي وكيما راكم تفرحوا فيا بلي زابيل تاعكم تفرحوا بلي كادو ان شاء الله. ان شاء الله. اليوم واش عندكم شويه البرد ولا؟ شويه مي الحال مليح. خير من الايامات اللي فاتوا، شتي الغمه اللي كانت كاينه؟ اه يما متنا متنا. يلا عزيزتي راكي واجده معنا؟ ايه واجده. هاي واجده ونقولوا بسم الله ونشوفوا. اتفكروا شوفوا نشوفوا مع بعض هذا الفيديو. مولاي عاشور العاشر من الملك دحمانوس الى الملك عاشور راهو جانا الميساج ديالك. ميساج؟ انا ما بعتش ميساج انا ما بعتش بس بالك الوزير. عزيزتي ان شاء الله تجاوبي معنا، شكون بعث الرساله؟ شكون بعث البريه الرساله للملك دحمانوس؟ كاينه سلطانه اللي بعثت له. صح شكون هذه السلطانه؟ اعطينا اسمها. عاوني شوية. تعرفي طرزان؟ طرزان ايه. اعطيني اسم طفلة، استخرجي لي اسم طفلة من طرزان. طفلة من طرزان؟ اسم طفلة من طرزان. كانت سلطانة في عاشور العاشر، شو اسمها؟ سلطانة باش يبدا اسمها. كلمة طرزان نحي منها شوية تولي اسم تاع تاع اسم عادي اسم تاع طفلة. وات أنا حاسة روحي أنا اللي غلط. وعلاش يا غزالي وعلاش يا غزالي كون خليتونا آخر مكالمة شوية نزهاو فيها. قولوا والله يلا نستقبل نستقبل مكالمة أخرى ونقولوا ألو. يا لويزا قسنطينة حجب وعوينة مساء النور شراكي؟ لاباس وفيها شحوالك؟ لاباس الحمد لله. قولي لي راكي واجدة؟ واجدة. اي راهي واجدة نقصي تلفزيون وسمعينا من التليفون. ما كانش يلا شوفي حنعاود لك نفس السؤال وان شاء الله تجاوبي عليه ياك؟ يلا خلونا نشوفوا السؤال. شهور العاشر من الملك دحمانوس الى الملك عاشور راهو جانا الميساج ديالك. ميساج؟ انا ما بعتش ميساج انا ما بعتش بس بالك الوزير. شكون اللي بعث الميساج للملك دحمانوس؟ الملكة السلطانة السلطانة انا حاسة راح لي الريز والله. والله ما اعرف. كلمة طرزان نحي منها حرف الطاء، واش تولي؟ رزان. رزان. والله غير عرفوها ناس تيك توك، ألف مبروك ليكي عزيزتي شفتوا؟ هذه باينة ضربة طاجين الحلو ولا ضربة فيها شو يسموها شبح السفرة، الحلو شوية خلينا نركزوا. مشاهدينا وصلنا نهاية الحلقة صح ولا لا؟ مازال؟ والله ماذا بيا أنا نقعد والله. يلا جاتنا أبل من بويرة. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام صح فطورك؟ الله يسلمك ساهوتي زادة. الله يسلمك عزيزتي. قولي لي شحال في عمرك؟ 20 سنة. 20 سنة يا عمري بيبي بيبي يا عمري. هاكي واجدة باش تجاوبي؟ أني واجدة. شوف يلا نشوفوا مع تفكر وشوف. لا خلصنا خلصنا من تفكر شوف وخلونا معاك في الحياة ونشوفوا هذا الفيديو مع بعض. كما عودناكم مشاهدينا في برنامج حكاية مسجد كل عدد نتكلم عن تحفة معمارية تاريخية في الجزائر، فاخترنا لعدد اليوم صرح عمراني قديم صامد منذ قرون في العاصمة الجزائرية ألا وهو الجامع الجديد. يلا قولي لي يا عزيزتي. عاونيني شوية. نعاونها. السؤال علاش مكتوب عندها؟ كتساوى. اه
جانا كتشابة. هذا جامع عنده زوج أسماوات، اسمه جامع جديد. وشنو السؤال عندي؟ السؤال يقول كم من اسم يعرف به جامع جديد؟ عنده هذا جامع عنده زوج أسامي. أوكي؟ نقصي 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 التلفزيون. أو لابيل. سمعيني غير من التليفون تعيشي. وراحت. بنتي. الجامع. الجامع. جامع الحويتين. ايه وجامع جامع جامع الساحة. جامع الساعة. برافو. قولوا الله سكتوا. هذيك هي هذيك هي طفوا الضوء مشاهدينا راح نطفوا الضوء خاطر الإجابة جاوبتنا في بلاصتها. خلاص الوقت وصلنا. مايك خياسيون هما اللي لبسونا الكابيل، تحيتنا ليهم عائلة بزاف هايلة جاو حتى لعندنا، نوجه لهم تحية كبيرة مني أنا ومن كامل برنامج يلعب مع ساهو. نقول لكم ميرسي بوكو على الغوب كابيل اللي جبتوها لنا مايك خياسيون. فكر مشاهدينا أنه يتبعوا كامل الشبكة البرامجية، بعد شوية راح يجيكم سفيان داني، نوجه له تحية كبيرة من برنامجي وخليكم تستمتعوا بباقي. أكيد نذكر مشاهدينا بكل سبونسرز، نخليكم قبل تتعرفوا عليهم أكثر وأكثر للناس اللي راح يدخل تتفرج. عندنا مجموعة تنوعة من عند كوسميتيك من عند فيفاكوس، وبيلا ميزو قدم لكم سيرفيس فيه 26 قطعة. عندنا كارفن أيضا قدم لكم شومبرا كوشي، وصلوا مجموعة هدايا من طرف الطاووس، هدايا أخرى من عند فاكير، وأيضا أجهزة كهرومنزلية من عند ماك ستور. وكذلك عندنا رحلة سياحية إلى تونس مدتها 6 أيام من عند كاتا ترافل أجنسي، وعندنا هدية العمر رحلة VIP إلى البقاع المقدسة مع وكالة السفر عفوا الزعاتشا، وآيفون 15 برو ماكس مقدم لكم من عند قناة الحياة، لكن تبعتوا صورتكم مع الاسم واللقب والرقم في الخاص لمواقع التواصل الاجتماعي لقناة الحياة. نقول لكم صحة سحوركم، نتلاقاو إن شاء الله غدوة في نفس الوقت، خليكم أوفياء لبرنامج العب مع ساهو سهيلة بلا شاب وقناة الحياة. باي باي.